السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده يوم جديد وجولة جديدة. جولتنا النهارده هتكون من كرداسة الشارع السياحي. النهارده هنكون عند محل بدايتي موجود في مول الصعيدي في الشارع السياحي. جولة مختلفة تماما، هنشوف موديلات جديدة كلها بالأسعار. بس قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، وأهم حاجة اضغطوا لايكات كتير جدا للفيديو، ونبدأ الجولة بتاعتنا على بركة الله. ازيكم حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده يوم جديد وجوله جديده، وجولتنا النهارده هتكون مختلفه. بس قبل ما نبدا الجوله كلنا نصلي على الرسول ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده احنا فين بقى يا محمد؟ احنا النهارده في محل بدايتي في مول الصعيدي في شارع السياحي كرداسه. تمام، هنبدا بقى عشان اللي يجي ما يدورش ولا الدور الارضي. تمام، وهسيب لكم برده العنوان ورقم التليفون والتليجرام، كل حاجه في صندوق الوصف باذن الله. هنبدا عروض الشتوي الموجوده هناك. اول موديل معانا ده بقى عامل كام يا محمد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ده اول بسم الله ما شاء الله. ده تطريز سيناوي. هقرب منه بس امسكوا لي فوق اجيبها كلها، وبعدين اقرب منك اجيب كل التفاصيل اللي فيه. الله يخليك. بصوا ده تطريز سيناوي وفي منه الوان. بصوا ده مصنعك انتوا، مكتوب بدايتي. ايوه بدايتي. الجلابيه لو مش بتكب ما تستلمهاش. يعني لو مش بتكب بتاعكم هنا مصنعهم يا جماعه، فهتلاقي الاسعار مختلفه خالص. الكم بتاعها استك وكل ده شغل سيناوي، موجود منها الوان اكيد. في منها الموف والاسود والبترولي والزيت. تمام، مقاساتها لحد كام؟ تلبيس كام؟ ده واحد واثنين، واحد لحد 65، من 65 لحد 85. تمام، واثنين من 85 ل 120. ل 120 يعني تلبسها لحد 120 كيلو. تمام، سعرها كام بقى ما قلتليش؟ دي هتبقى عامله 250. 250. طب ومتابعين القناه؟ متابعين القناه ليه حاجه ثانيه اكيد، لما في خصومات بقى لكل متابعين القناه. تمام، دي حاجات ماتريال عالي برضو. ده الموديل الثاني معانا. ده تاني موديل معانا، ده اللون الاحمر منه. دي قطيفه هايدي. ارفعها لنا شويه بس يا محمد. تمام، دي قطيفه هايدي. هقرب برضو اوريكم. بصوا تطريز، هو كله شغل من على الكم. ده صوف هاند ميد ولا كمبيوتر؟ لا 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 كمبيوتر، بس مكان عالي الجوده طبعا. اه، وبرده التيكت بتاعنا. بصوا هنا المصنع بتاعهم، في اي جلابيه التيكت موجود. اه، عشان كده بيبقى الاسعار يعني كويسه شويه. اكيد طبعا. تمام، ان شاء الله. وفي خصومات كتير لكل متابعين قناه يوميات مكه يا بنات. دي الوانها في الكحلي والزيتي والاسود والاحمر. كحلي وزيتي واسمر كله متوفر. وتلبيس لي 120 أكيد كيلو. اكيد موجود كل حاجه. وتلبيس 120 كيلو. معانا النهارده الموديل الثالث ده. اه، ده شغل سيناوي برضو. ده شغل الشده والتدريس سيناوي. شده ده الوسط بيتضيق ويتوسع؟ لا، هو ده كده الرباط. ده كده ما فيهوش ده رباط ما بيتضيقش. تمام، ثبت لنا ده اللون اللي هو الجري بتاعها. بص الكم بتاعها اسمه بومبي. بومبي استك برضو. افردها لنا كده يا محمد. دي جميله جدا في اللبس. بصوا شكلها شيك قوي. هي الشغل كله يعتبر هنا بالرباط ده، وكلها ساده سيمبل كده، وزي ما بيقول الوانها كلها موجوده. دي عامله كام برده يا محمد؟ دي هتبقى عامله 230. 230 برده. يعني كل المتابعين لهم خصم تاني اكيد طبعا. تمام، وده الموديل الرابع معانا. ده اسمه شاهد. كل اللي بقى اللي اسمهم شاهد يلبسوا الموديل ده. شاهد، كل شاهد تلبس الموديل وتنزل دلوقتي ولو ما اشتركتش تشتري. اسمه موديل جميل. اه، حلو قوي. اللي مشتركش يا بنات في القناه ينزل حالا يشترك ويفعل الجرس ويعمل لايك كتير جدا للفيديو. ودي قطيفه هايدي. دي قطيفه هايدي. وده تطريز. بصوا التطريز هنا لحد نص الكم عشان يبقى باين معايا. بس ايوه، لحد نص الكم تطريز. والشغل بتاعها فوق واحد واثنين. واحد واثنين لحد 120 كيلو. 120 كيلو. تمام، والوانها موجوده اكيد طبعا. تمام، وفي الموديل ده. ده موديل تاني بقى. ده شفناه في الصيف. اه، ده كان في الصيفي برده، في الاستقبال الصيفي. حلو قوي. هقرب برده اوريه لكم. ده شغل صوف صح؟ اه اكيد. ده ادوار. ده ادوار كده. بصوا شكله حلو قوي والوانه برده موجوده. ولو حابه تستخدميه بقى خروج جيبي الاسود منه. وباكد عليكم تاني، في الاسود والكحلي والاحمر. بس هو بياكد على البادج بتاع بدايتي بس ان ده المصنع بتاعهم. لو بس مش باين. ايوه كده. لو ما فيهوش التيكت ما تستلموش خالص. اه، دي عامله كام بقى ما قلتش؟ دي هتبقى عامله 220. 220. انت مغلي الاسعار قوي يا محمد، خلي بالك. والله العظيم هي تكلفه الشتوي بتبقى عاليه، فاهماني؟ الاسعار عاليه شويه هنا يا بنات. انا بقول لكم اهو يعمل لكم هو تخفيضات. ده موديل جديد برضه. ده جميل جدا. تطريز ده جديد برضه. لونين في بعض. طب خليك مثبته ثواني هوريهم. بصوا التطريز هنا لونه اللي هو السيلفر في الذهبي عشان يبان معاكم. ده تطريز سيرما. كل ده شغلهم هو. بصوا شغل المصنع بتاعهم حلو جدا. في منها الوان برضو اكيد، في الكحلي وفي الاسود. كحلي واسود وزيتي واحمر. واحمر عامله كام السعر؟ ده. طب السعر دي هتبقى عامله 230.
32 عالي قوي يا محمد علي، بدل ما تعمل تخفيضات يا محمد. اكيد التخفيضات لمتابعين القناه. تمام. الموديل ده بقى تحفه. الموديل ده نفس اللي كان صيفي برضو استقبال، اللي كنا قلنا البسوا عليه ليجن وهتخرجوا بيه ويبقى شكله شيك قوي. ده جميل. نزل منه برضو الشتوي نفس الشتوي الموديل. طالع احسن من الصيفي كمان. ثبتها لنا سنه بس. حاضر. الوسط بصوا هو بيتلم كده استك حلو قوي شيك. والتطريز ده تطريز صوف. ده صوف برضو على الكم برضو كله. تطريز عالي الجوده يعني. اه ده برضو تبع بدايه شغلهم هم. اكيد طبعا. ماشي. منه الاحمر عامله كام طيب؟ دي هتبقى عامله 250 عشان هي مكلفه، التدريس فيها كتير من فوق لتحت، بس برضه في خصومات. اكيد طبعا في خصومات لكل متابعين القناه. نشوف موديل مختلف تاني. ده موديل ده ترتر. اه ترتر القلاب برضه كان نازل في الاستقبال الصيفي. ده تحفه برضه. اه هوريهولكم كله برضه، ده اللون اللي هو الزيتي بتاعه. هقرب اوريكم الترتر بتاعه. بصوا هنا ده الترتر القلاب الاسود والكحلي. موف واسود وكحلي، ده الترتر لحد تحت. والكم برضو من على الجنبين في ترتر. لاحظوا بس ان الترتر معانا هنا ملون يعني. اه ترتر الوان. بصوا هنا بيغير مش لون واحد. مش لون واحد. بصوا هنا بيغير الوان مش لون واحد. تمام. افردها لنا سنه كمان يا محمد اجيبها كلها. اه حلوه قوي. عامله كام بقى قبل ما تشيلها كده؟ دي عامله 230. 230. ما تاخدوش بالاسعار دي، هتيجوا تاخدوا اسعار ثانيه. اكيد طبعا. كل متابعين القناه ييجوا ويستفادوا بكل الخصومات اللي بنعملها لكم المحلات. وانزلوا بقى اضغطوا لايك شير للفيديو. اه ده برده كان صيفي، كان ماشي حلو قوي في الاستقبال الصيفي. شغال جدا شغال قوي. وهقرب لكم برده اوريكم برده. بصوا هنا ده التطريز يعتبر لونين اثنين، السيلفر ونفس اللون بتاع القماشه. ده بصوا جايبين برده ونازله سيمبل لحد تحت. لا ده الكم فيه شغل كمان. ايوه مش باين. بصوا الشغل هنا حلو قوي. الزيتي والكحلي والموف. في ايه؟ الاسود والزيتي والكحلي والموف من نفس الموديل ده. ومقاسات مقاسين اتنين برده. برده واحد واثنين. واحد واثنين واثنين لحد 120 كيلو. اكيد برده. تمام. عامل كام بقى يا محمد؟ 220. دي 220. وفي اسعار ثانيه لكل متابعين قناه يوميات مكه. في بقى معانا الموديل الفرو ده. الفرو طالع اليومين دول برضو. هوريكم بس الموديل كله على بعضه. ده بتاع سيدات الاعمال. ده بتاع الفي اي بي. ايوه. بصوا في استك على فكره لكن مش باين قوي. بصوا في حزام وفي استك جنب. ماشي علقها لنا يا محمد تاني. وبصوا من تحت في كنار برضو ليها من تحت وباين. كل شغلها. الرمادي والكحلي والاسود. رصاصي وكحلي واسود واحمر. عامله كام دي يا محمد؟ دي عامله 220. 220. وفي كلام تاني لكل متابعين القناه. انا قلت اختم بقى بدي. هو سابها للنهايه بقى. مش عارفه ليه. الله حلوه جدا جدا جدا. شكلها شيك شيك. خليك ثابت عليها دقيقه يا محمد زي ما هي. دي غير القطيفه كل اللي احنا شفناه يعني غير القطيفه. دي حاجه قطيفه مستورد بس انتوا عاملينها في مصانعكم. ايوه. تمام. بصوا بصوا وده شغل قطان حرير. شد وسط برضو يتضايق ويتوسع باينه. ده القطان. ده قطان حرير. بصوا من ورا طويله ومن قصيره من قدام. حلوه جدا. والظهر فيه شغل صح؟ اكيد. انا شايفه فيه تطريز ورا. بصوا الظهر كمان فيه شغل. وده الحزام اللي بيتشد عشان تتضيق على قد الوسط. وبرده ناكد على حضراتكم تاني التيكت. بصوا بدايتي برده ده المصنع بتاعهم. دي اخر قطعه قلنا ان برده ناكد لكم. هي وان سايز. وان سايز ماس واحد بيتضيق ويتوسع على قد. يعني في منها البيج والبني والاسود والموف. والبيج هتلاقيه حكايه منها برده. لو عايز والاسود هتلاقيه خروج كمان منها حلو قوي. الاسود اهي. الاسود معروضه هنا على المانيكان برده. اوريها لكم شكلها حكايه. بصوا دي تقريبا كده خلاص خروج، ما تعتبرهاش بيتي خالص. يا دوبك تحتها ليجن بقى وبادجي وخلاص على كده. تمام قوي. حلوه قوي دي برده جميله. كده عرضنا تقريبا الموديلات الموجوده. وفي صيفي برده. وفي صيفي موجود وبينزل موديلات على طول. اكيد موجود. في يعني الصيفي هنا موجود طول السنه. طول السنه موجود صيفي. واسعاره كويسه. ما بنشيلش الصيفي. الصيفي ما بيتشالش كل العرايس. اسعاره كويسه احسن من اسعار الصيفي كمان. يعني احسن من اسعار الصيفي في وقتها. اه يعني بيبقى في تخفيضات بقى في الشتوي. ايام الشتاء بتاخدي الصيفي ارخص من الصيفي. اه تمام. طبعا يعني زباينا ومتابعينا اكيد ليهم خصم. كل المتابعين لهم خصم تاني. كل متابعين قناه يوميات مكه يجوا ويستفادوا بكل الخصومات. تعبتك معايا يا محمد وشكرا قوي وميرسي قوي. وكفايه بص في الكاميرا بقى تعبت. خلاص بقى ماشي تمام. بصوا هنا برده في صيفي كتير كتير جدا.
لكل اللي حابب يجي او عروسه بتجهز او عايزه تاخد صيفي. الصيفي هنا برضو اسعاره محمد بيقول كويسه قوي، عارض منها موديلات هتشوفها برضو، مش دي موديلات صيفي برضو موجوده يا محمد حاليا؟ موجوده دلوقتي. اه موجوده حاليا. والاصفر في اسود ده عامل كام طيب؟ ده عامل 150. 150 وكلام تاني لمتابعين القناه اكيد طبعا، يعني ما تاخدوش بكلام محمد خالص. والزهري ده عامل كام؟ ده عامل برضو 140. 140. واللون زي الكشمير ده عامل كام؟ ده عامل 160. ده 160. الاسود؟ الاسود ده 140. 140 جنيه. بص ما شاء الله المحل موجود فيه كميات لكل اللي حابب يجي، وفي اسعار خاصه للجمله اكيد طبعا، والاونلاين الجمله والاونلاين ليهم اسعار خاصه، واللي هو تجهيز العرايس ده معروف، والعرايس برده لهم اسعار ثانيه برده اللي هتاخد كميات عرايس. استنوني بقى في فيديو جديد ان شاء الله وجوله جديده، والسلام عليكم ورحمه الله. عليكم. شكرا يا محمد، نورتينا يا استاذ. الله يخليك، شكرا. كده حبايب قلبي قد خلصت جولة النهاردة من محل بدايتي. محل بدايتي موجود في كرداسة الشارع السياحي مول الصعيدي الدور الأرضي، قلت لكم العنوان بالتفصيل وهسيبه لكم كمان موجود في صندوق الوصف. يا رب الجولة النهاردة تكون عجبتكم، ولو عجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا لي الجرس، وأهم حاجة ادعموني بلايك كتير جدا للفيديو، وأشوفكم على خير في فيديو جديد إن شاء الله.